حفلتنا قلن جبنت كليتا وحبرشدا معلمينتا دكتور عبد المجيد ايا كقب سونتي عاصمه دولدغان كا سوماليده جامعه جيجي يونيفرسيتي ادب حفلتنا ايا وحي اهيد حفله اي كو قلن جبينين اردي كور ودافايس 500 اردي يدو مركاس اهيد دفعتي 22 حفلتنا ايا وحا كا سو قيب غلي مسؤولين تو سريسه حكومه دولدغان كا سوماليده غورمود وزير كمدح توية دولة ديغان كالصومالي دا مدن حسن محمد حسين وزير كوحبرشادة دولة ديغان كالصومالي دا مدن محمد فاتح محمد ايه وليبا مسؤولين كالو كسعوتي عفيزة دا دولة ديغان كالصومالي دا هدب عفلة دا نياو ورينتي نوحا مكرفون كاقاتي ماريها كلية دا دكتور عبد المجيد مدن طيب مدن يامي ردوي أني وقفت على ما قاعد أقول يوم طلع كلية فرشاد المعلم اللي ترى من جيم سي وحافظ حديها هنا اللي فرا من راس وطيب وحفلت على شريطة المانطة الكوكا اللي شريطة أعطي تبدو الله على شام بقول يوم ما بعثنا شان أعطي وطبقون يوم ما بعثنا يوم ما بعثنا يوم ما بعثنا يوم ما بعثنا waxaa dhanka kale ka hadlay wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida isagoo tibaaxay masuulku in loo baahan yahay in kor loo qaado tayada waxbarashada isla markaana laga miro dhaliyo lana tayeeyo waxbarashada iyo waliba macallimiinta مشكلة بدل وديك كسوة معي سكتابة ديال سامين سريكا من دواء برشو مام تطيرا دا معلمي تاكا دواء شنينو وحنو كان سعود دورين ان فوق السالو تيئي دواء برشو ايضا كاي كتا تيئي دواء برشو معلمي تو نان تاكا كتا لنشكي ليو بري واقع بكو بريو حي بريسانيا امتحان كي حقي شتا تيئي دواء برشو برشو ديسات حسن سو gesta kale waxa isna madashaasi ka hadlay oo lagu soo dhaweeyay wasiirka madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Xasan Maxamed Xuseen macallimiinta iyo dhakhaatiirta isha koodi laga siiyay taas afsaar ugu jira macallin waliba sida uu helay ahaa guri uu galo iyo noloshiisa si uu ka baaqaan lahaa isagoo moolaanayna bulshada uu abuurteedaa محيدين محمد عبد الله كالسون تي في جيجيجا.